عندك كم دولار؟ طلع على طول السلاح مواصلات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كام؟ 22 تروح منهم 3 14 ريال. طيب تجيب الكوارت الاسلامي؟ لا، حدد لك اعضاء بقى السي دي والاتش واي والسي اتش. بقى هنا لازم تستخدم طريقة القطاعات، ما ينفعش تجيب انت مالكش خلاص. طريقة القطاعات هتركز على ايه؟ عمل قطاع يمر بالاعضاء المطلوبه، ما بقاش انا فاضل دولار وتيجي القطاع اللي هنا. لا، لازم قطاع يمر بالاعضاء المطلوبه. خط مستقيم او منحنى كده، المهم يمر بالاعضاء المطلوبه. وما يمرش باكتر من ثلاثة مجاهيل. ومكان واحد. واحد اثنين ثلاثة، يبقى انا كاتب بقى. زي المنشار بالظبط، قطع الجمالون، قطاع كام جزء؟ زي منفصلين عن الثاني وكل واحد في حالة اتزان. لسه هناخد الجزء اللي على اليمين اللي فيه دعامات، اللي مفهوم دعامات، وناخد الجزء اللي على الشمال اللي فيه دعامات. ابعد عن الدعامات، لان هنا دعامات ايه؟ منفصلين ومنفصلين، مش هتعرف تجيب الجزء ده بعد. خد الطرف اللي بره. الجزء ده ازاي؟ او عندك ده زي ما هو. اترسم زي ما هو او نزل. هنا 1500 وهنا 1500 وهنا 1500. بص طلع اتش واي، ايه اللي حصل له؟ القطع تتحول لقوه خارجيه. اي ضلع في الجمالون قطع يمر بيه بيتحول من قوه داخليه لقوه ايه؟ خارجيه. فانا دلوقتي هعرف اعمل كذا اف اتش واي جاي هنا اف سي اتش جاي هنا اف سي. بص الطول ده 4 قدم، فاللي مايل ده مايل المثلث 3 4 الثلاثة وزن الأربعة اللي بنلعب. وتعيين هنا تعيين القوة الداخلية في الأعضاء أو الخارجية في الأعضاء اللي مرة بقى القطاع بيتم عن طريق شروط الاتزان الثلاثة اللي هم سبشن إكس وواي والمومنت. ما بعملش فصل وقت، ما بعملش بيان. بحلها بقى فاهمني، بحل أي مسألة عادية أخرى. سبشن المومنت حوالين نقطة إتش يساوي كام؟ يساوي صفر. يبقى مين اللي عدد من صفر؟ ده عدد من صفر وده عدد من صفر وده عدد من صفر وده عدد من كام؟ ده ثلاثة قدم وده ثلاثة. يبقى اف سي دي وطول الراس 4. يبقى اف سي دي في كام؟ اف سي دي في 4 وطول معترف الساعه في السالب. ورسالة 1500 كام؟ 3. رسالة 1500 كام؟ 6. بتساوي 6. طلع اف سي دي. طلع الممتلك بيبقى ايه؟ شايف طلع للسالب؟ يا باشمهندس دي قوه خارجيه، بس هي في الاصل كانت قوه ايه؟ داخليه. فما تجيش تقول لي لا هنا بنعكس الاتجاه. سمشن فرق اتجاه الواي بيساوي صفر. مين القوة الاتجاه الواي؟ ده اكس وده اكس، ده هعمل له ايه؟ هعمل له 4 تساوي اف سي اتش بكام؟ 4 ولا 3 على 5؟ 4 على 5 تساوي بكام؟ 1500 يساوي صفر. مين هطلع فيهم مين؟ اف سي اتش. هطلع دولة واحدة، فاضل لي كام شرط؟ شرط واحد اللي هو مين؟ فاضل لي اكس بيساوي صفر. مين القوة الاتجاه الاكس؟ تساوي مين؟ تساوي اف اتش واي ناقص سالب اف سي اتش 3 على 5 ناقص مين؟ اف سي دي بيساوي ايه؟ اف سي دي عندك واف سي اتش عندك، يبقى لك مين؟ مش عارف كام؟ ماشي؟ المسألة اللي بتتحط تحت الكاميرا